كلنا كبنات بنخرج من العلاقات وبالذات في علاقه جواز فاشله بتبقى فيه ضيقه وزعل. كنت بتطلعي النيجاتيف انرجي في دور الثاني؟ لا والله العظيم. بصي انا فيا حاجه كده جوايا اللي فات مات والله العظيم، يعني صفحه واتقلبت استحاله. لو ايه هو الكشكول بيترمي اصلا من كتر ما كان في صفحات بتتفتح؟ لا ما خالص، فصلت جدا. بعدين كان في فتره خلاص خلصت، يعني كان فات وقته ومات على الحوارات. مش همنشن حد او مش هتكلم، بس الناس عايزه تعرف ان الموضوع شغل ناس كتيره. موضوع وصل لحد فين؟ في طلاق لسه؟ سو انا يعني مش عايزه اتكلم في حاجات شخصيه خالص، هتكلم عن شغلي عشان ده الاهم. لا ما مخلصش الحاجات دي بالقانون وفي محكمه، والمحامي بتاعي هو اللي متابع، استاذ عاصم انديل. وبس انا يعني انا واضحه وصريحه، انا رفعت ده.